بداية الحكاية لشخص يعمل في الداخلية، ولأنه يعمل في الداخلية كانت عنده دورية ليلية كل أسبوع مرة أو مرتين، فكان في إحدى الأماكن المشبوهة لقى وحدة داخل سيارتها بوضع ما هو مضبوط، فحاول يصحيها من اللي هي فيه. ظاهر كانت هي متعاطية شيء معين فكانت نايمة. المفاجأة أنه بعد ما صحاها خذ بيانات السيارة، فتفاجأ أنه عنوان صاحبة السيارة بالشارع اللي هو ساكن فيه، يعني هي بنت جيرانهم. بعد ما صحاها من اللي هي فيه التفتت الملامح وعرفت ملامح عدل، ذكرت انه الجيران هم طلبتها طلبة، قالت لا طلبتك استر علي، والله انها اول مرة واخر مرة. وفعلا ستر عليها ومشى بدوريتها وراها لين امن عليها انها تدش المنطقة وهي امورها طيبة، وخلاها ورد دوامه ونسى السالفة ومشت الايام. حبيبنا هذا عسى الله يحفظه عنده بنت عسى الله يستر عليها عمرها 8 أو 9 سنوات. تقريبا بعد سنة او سنتين من السالفة حبت تدش حلقات قرآن للتحفيظ، وفعلا دخل بنته بوحدة من حلقات تحفيظ القرآن اللي بالمنطقة عنده. في يوم من الأيام جت بنته عنده وقالت له يبا الداعية تسلم عليك وتقول لك هالحديث. قال لها شنو الحديث؟ قالت له الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فاستغرب الأبو. جاء ثاني يوم عشان يودي بنته لنفس المسجد، فيوم ودى بنته قال لها يا بنيتي روح قولي حق الداعية أبوي يبيك يبي يسلم عليك وبيوصيك عليه. فقالت له ماشي، وراحت نادت الداعية. جت الداعية ما شاء الله للأبو هي بكامل خمارها لا إله الله، فوقفت قدامه وقالت له السلام عليكم. قال وعليكم السلام. قالت له أنا فلان الفلاني. فتفاجأ الأبو أن هذه الداعية هي اللي قبل سنة ونص شافها في مكان مشبوه وكانت بوضع يعني لا يليق فيها كامرأة وستر عليها. قالت له يا أبو فلانة عسى الله يستر عليك مثل ما سترت علي، سترك لي خلاني أغير حياتي للأفضل، لو أنك ما سترت علي ممكن تصير أمور أشين. وأنا اليوم أوجه كلامي لكم، سترك للناس هو ستر لك اليوم بكرة اللي بعده اللي بعده، هو ستر لك عاجلا أم آجلا. قبل فترة كان في فيديو فضيحة لفتاة الكلية الفلانية، وقبلها فضيحة لفتاة الجامعة الفلانية. ليه متى؟ ليش ما تسترون على الناس؟ الستر معناته أنك توقف الفضيحة عندك. إحنا بعصر إلكتروني الفضيحة فيه كذي تنتشر، مو فيديو الفلانة أو تصوير الفلانة أو علانة ينتشرون يصيرون الأكثر مشاهدة بتويتر. والفضيحة لما توصلك اعتبرها أجر من الله سبحانه وتعالى، اعتبر أن الله سبحانه وتعالى أعطاك أجر من غير أي جهد منك. استر عليه، خلي الفيديو عندك واستر عليه، لا تعيد نشره. ولا تصير مثل غيرك هذول حسابات الانستغرام اللي يركبون فيديوهات وفضايح وينشرون، ولما نكلمهم نقول استروا على الناس يقول والله هم اللي فاضحين أنفسهم. أنا عندي رد لكم، البنت لما تفضح عمرها هي ما عملت حق الله عليها بالستر، لكن أنت اعمل حق الله عليك بسترك على الناس، هذا واجبك أنت تجاه رب العالمين. أدري والله أدري أن كل إنسان فينا فيه حشرة الفضول وده بس يشوف، حتى لو يشوف وما ينشر. طيب ليش؟ ليش تعذب عينك؟ ليش تشهد عليك عينك يوم القيامة؟ فكر فيها، ليش ما تكون عينك وعقلك يوم القيامة شاهدين لك بأنك سترت على فلانة وأنك دست على نفسك اللي ضعيفة؟ ليش؟ مو أفضل؟ تذكروا بأن مثل ما في حسنات جارية في سيئات جارية. اليوم أنت لما تنشر الفيديو وتكمل حياتك هو قاعد ينتشر، ممكن لو تموت وانت في قبرك تجيك السيئات تباعا. الحياة جدا بسيطة، الحياة ممتعة أكثر بكثير مني أتبع عورة فلان وأتبع فضيحة فلان وأدور الغلطة والشينة على فلان. عيشوا حياتكم بشكل صحيح. أخيرا كرروا معي هالدعاء، اللهم نسألك خفايا لطفك وعوائد إحسانك وجميل سترك، أسأل الله لكم الستر في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم.